فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: في ما يظهر من مفاسد المشابهة منها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين. نعم، هذا من مفاسد التشبه، أن المتشبه بهم أنه تذوب شخصيته فيهم، وأيضا لا يبتعد عنهم وإنما يختلط بهم، فيزول التمايز بين المسلم والكافر. والله جل وعلا أمر المسلمين بأن يعتزوا بإسلامهم وبأمتهم ويكون لهم الظهور. قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فإن العزة لله، أي أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. نعم، أحسن الله إليكم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.